ما انا قلت لك كنت غادي ندير واحد العمل تطوعي، غادي نشارك في واحد المهرجان افتراضي غنقولوا فيه شكرا للطواقم الطبيه والامنيه والنظافه وداكشي اللي عندكم في المو. سالي داك لونغوجيسترومون ديال داك لا فيديو اللي كنشكر فيها هاد الناس، قالوا لي الدراري واش تبقى معنا، داك البريزيدون سي واش تبقى معنا، تبقى معنا كانت في بديت سواري ولا شي حاجه بحال هكا. بقيت صافي، بقينا جالسين وتخامي، لقيت راسي يعني ارتاحيت شويه، بقيت كنهضر بشكل عفوي يعني في هذا مع صحابي، بقينا كنتناقشوا وكنضحكوا يعني، كان داكشي في اطار هزلي. ما عرفتش شكون اللي صور ديك الفيديو ولا حاس حتى ولينا فهادشي كامل. ايوا اش نقول لك يعني، هي المساله هادي ما خصهاش تكون، ولكن ملي كتكونوا معاك دي زامي ديالك انتيم وكدير فيهم الثقه يعني هي مساله نورمالمون اللي خصها تكون مستبعده وانا كنهضر يعني بعفويه وما قاصد شنو كنقول وما فكرتش فيه يعني بشكل عادي، كنهضر كنضحك انا داكشي عندي كيضحك. واش نقول لك، المغاربه تبارك الله عليهم يعني كيحترموا الفنانه ديالهم وكيطوهم وكيبغيوهم من قلبهم، واخا كاع كيغلطوا هذوك الفنانه كيحاولوا انهم يسيبورتيو حتى الاخطاء ديالهم. ما اش نقول لك، المغاربه زعما جمهور رائع وجمهور يمكن لي الا نشكرو الا نعتذر منه الا صدرت مني شي حاجه عن غير قصد، هذا هو اللي كاين. وكنظن قالوا لي صافي تقدر تمشي في حالاتك وهذا، وكاينه شي جلسه واحده اخرى ما كنظن تكون شي شكليه ان شاء الله. ما كنعتذر منهم كاملين على داك الخطا اللي صدر مني اللي ما اللي عن غير قصد وماشي في حاله وعي كامل، وكنعتذر من الائمه ديالنا، وكنعتذر من الاستاذ عبد الله بن كنان، وكنعتذر من كاع الناس اللي قصتهم ولا اللي جات الاسماء ديالهم يعني في سياق الكلام عن غير قصد وبدون نيه مبيته. كنعتذر منهم وكنقول لهم سمحوا لي.